المتتبعين كي درتو لاباس عليكم. نتمنى ان هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم واحد طريقه ديال التتبيله ديال الحوت، لان تعرفوا بان الناس عزيز عليهم الحوت والناس رجعوا كيبغيو ياكلوا الحوت بطرق مختلفه. انا هو شويه مختلف، واحد شويه. اذا انا هنايا عندي لادوران، عندي هادو، عندي ليهم اللي غادي نحتاج ليهم. هو غادي نحتاج ليهم هنايا هذا لو زيست ديال الحامض، القشره ديال الحامض محكوكه، نحاولوا نقشروا غير داك الفوقاني ديالها بالسياسه باش ما يديرش. الملحه حسب الذوق، دائما انا كنقول البزار، كنحتاجوا شويه ديال الشيلي، الفلفله الحاره السودانيه اللي تنقولوا حنا في المغرب، وغادي نحتاج الزعتر ايضا، وغنحتاج الثومه. يعني هاد التتبيله ديال اليوم فيها هذا هو اللي جديد، لو زيست ديال الحامض مبشور، القشرة ديال الحامض محكوكه. وتنحتاجو ايضا، انا هاد البصله غير غزتها لان غنخشيه في الفران باش يتشوى، وزدت هاد البصله لان الحوت عرفتي البصله مشويه كتجي مع الحوت، هذه لا دوراد دائما. وتنحتاج هذا، هذا ماشي المعدنوس، هذا لانيت اللي بالفرنسيه، وهو اللي بالعربيه هو البسباس. هادو الوراق ديال البسباس، نحتاجو هاد الوراق ديال البسباس، وكلشي تيعرف البسباس. انا كندير به واحد لاصالاد كتجي زوينه، الفتره الجايه ان شاء الله غادي نبارطاجيها معكم. اذا تنحتاجو هنا الحامض، هو باش غنعمروه، غنعمروه بالحامض، لي طرونش ديال الحامض يكون هكذا على الطريقه. وانت كتقطعي الحامض على حساب، انا درت هنايا تقريبا جوج حامضات. كنحتاج ايضا المعدنوس، وتنحتاج الزيت البلديه كالعاده. وتديري، انا دائما تنقول حسب الذوق، تنحتاج هنا فلفله حاره تعجبني، ونبداو على بركة الله. غنقول الحوت على الجناب، اذا غنديروا هذا هنايا كامل، خلطوه. انا راه كيعجبني نصايب باليد، وغنديروا المعدنوس والزيت البلديه. اللي كنديروا هنا تلاحظوا باننا ما غاديش ندير عصير الحامض، ولا العصير الحامض، هاد الحامضات غنخليهم حتى الاخير، عاد غادي نعصرهم وغنسربيوه فاش نخرجوه من الفران. يعني تبعوا معنا، تبعوا معايا الطريقه وغادي تشوفوا حتى الاخير. من بعد ما نخلط هذا غادي نصايب به الدجاج، غنصايب به الحوت ونرجع لكم. اذا بعد ما وجدنا هاد الشرموله ديالنا اللي كتكون على هاد الشكل هذا، يعني كنبداو بالحوت هو الاول، كنبداو بهاد الشرموله اللي تدخليها في، ديريها في السمك ديالك بهذه الطريقه. هادي انت تشوفوا كلشي عارف يدير الحوت. انا كنزيد نحلو شي شويه هنا، يعني كتجيك تقريبا واحد معلقه كبيره في كل حوته، وحسب الحوت. شي خطره تيكون الحوت صغير اشنو لقيتي في المارشي. انا يعني هادشي اللي قلت لكم راه جاني هو هذاك نيشان. انا كيف ما قلت لكم كنزيد نحل شويه الحوت هنا بالموس باش كتدخلوا شي شويه تاع شرموله، كنزيد هنايا نحلو. اذا باش ملي كديري هكذا التوابل ديالك تيجي فيه مزيان. دابا من بعد غنوريكم اشنو الطريقه ديال كلهم، حليتهم عاود حليتهم من هنا. دائما تنقول لكم تنبغي صايبه باليد، ديروا شويه ديال هذاك الشرموله اللي بقات لينا هادو. وتنشدوا الحامض، يعني هذا الحامض كامل خصك ديريه، هو باش غنعمروه. دابا نعمروه، ندير هكذا باش يبان ليكم، وتنعمرو هذا كله، يعني ديريه راه فاش كيطيب تيجي زوين، تيجي فيه واحد هنا اوسي، ما تنسيش هنايا
ديري واحد جوج حامضات دو ترونش ديال الحامض، جوج مرصويات سمحوا ليا. ما تنساوناش من الاشتراكات ديالكم لي بون كومونتير، ها ياك تنساوناش من لي بون كومونتير، وتتعمريه اذا هذا حتى هو غتزيد فيه. يعني انا خدالي تقريبا 3 د لي ترونش ديال الحامض، راه تيجي بنين، تيجي بنين بهذاك لو زيست ديال الحامض، داك الحامض اللي حكينا فيه تيجي ممتاز صراحة، تيجي رائع. أنا كيعجبني شخصيا وكاع لي كلاه تيعجبو عندي، وطريقة مختلفة يعني نخرجو من العادات ديالنا حنا، مطيشة والخضرة مع الحوت وهذا، وكاين لي تيعجبو الخضر عاوتاني نحترمو الأدوار كلها والذوق ديالو، مي بعد الخطرات كيكون الذوق شي ذوق تيكون ممتاز. طريقة تكليبها الحوت الناس لي تيعجبهم تتعجبهم هاد الطريقة يعني، وكتكوني عمرتي السمكة ديالك تجي عليه بالشكل هذا. ثم منظر زوين مازال ما طاب، جا منظر زوين. من بعد ما درنا الحامض نهزو دابا هاد الوراق، هاد الوراق هادو ديالنا اللي صايبنا، وغادي تصيط ديريهم مع الحامض، تعاودي تديريهم غير هكذا سيتو وساهل. يعني راه ديريه راه تيطيب تيجي ممتاز، راه ماشي خصنا نقردوه بزاف ولا هنا كيف ما تنقول دائما حنا ولفنا ناكلو واحد ناكلو بطريقه ديالنا الحوت مغربيه، وحتى هي ممتازه صراحه، ولكن هذه طريقه مختلفه كتجي ممتازه. يعني هاد لانيت كدير فيه واحد المذاق رائع صراحه، كدير فيه مذاق رائع. من اليوم ما تعاودوش ترميو هادو، الا تديرهم حتى في لاصالاد. دابا نوريكم انا ندير معكم شي نهار شي فيديو نشرح لكم اشنو هي المسائل اللي كنخدم بها، مثلا الزيوت اللي كنستعمل في لي سالاد، الناس كتعجبهم لي سالاد اللي كندير بارفوا ماشي دائما، وباش ما نشكرش راسي صراحه هو الواحد هو اللي يشكر راسو عاود شويه، دابا كورونا ما كاينش اللي غادي يشكرني، اللهم نشكر راسي. انا خليت هادو ما غاديش نرميهم، وكتزيديهم في السمكه ديالك كلها تخليها فيها هادشي كامل، وتيدير واحد الريحه فاش تكون كطيب مع الثومه مع هذا تيجي رائع. وديك الساعه انت تقدمي بلا سلطه اللي بغيتي، انا درت شويه الشلاضه بوحديتها، ونتمنى انه يعجبكم يجي على هذا الشكل هذا صراحه زوين يجي ممتاز. وغادي نشويه، ومن بعد ما عمرناه بهذه الطريقه بعد ما سليناه كنشدو الزعتر عاوتاني من فوق منه، تيجي بهاد الرائحة ديال الزعتر مع البسباس كيجي ممتاز. نتمنى انكم تجربوها وتخليو لنا لي بون كومونتير، وتخليو لنا اللي جربها كي جاتو. شكرا الناس اللي اتصلوا بينا وجربوا لي غوسيت ديالنا، هذا كامل كيشجعنا اننا نزيدو لقدام معاكم ونبحثوا ونعطيوكم الجديد دائما، لان انا شخصيا كيعجبني دائما نبحث في الكوزين صراحه. اذا غنسخنوا الفران ونديروه على لا غري من الفوق على حساب الشوايه كيفاش غادي نشويوه، اذا انا يعني يكون هاي يكون عالي الدرجه ديال الحراره تكون سخونه. انا كندير هذا هنا وتيطلق فيه واحد الريحه ديال البصله كتجي زوينه مشويه. الناس عارفين المغرب، الناس كاملين اللي تتبغي الحوت راه كتعرف تتبغي معاه البصله، تجي في الفران كتجي مشويه، ولا على الباربيكيو على برا كتجي ممتازه. اذا هذا هو التقديم، بعد ما سخنت الفران تكونوا مسخنين الفران وديريه من الفوق يتشوى، واللي عنده شويه على برا يشويه راه كيجي ممتاز. اذا البنات من بعد ما خرجناه من الفران كيجي على هذا الشكل يعني مشوي. انتم هنايا خاص
كما قلت لكم تيخصك تسخني الفران من الفوق وتخليه شو راه كيجي مشوي رائع، والقياس يعني 20 دقيقه ما تفوتيهالوش. دائما انا كنقول حسب الفران، يعني جا ممتاز ما فيهش الماء ما فيه حتى شي حاجه، الريحه ديالو ممتازه. ونرجع لكم من بعد، دابا انا وريتكم غير فاش عاد خرجتو من الفران، ومن بعد نرجع نوريكم كيفاش نحطو في الطبق النهائي. انا درت شويه العدس، درت شويه الخضيره والسلام والعدس. دائما انا جاني صدفه وصافي، ما قلنا بشحال هذه ما كلينا العدس، راه نديرو العدس مغربي. يلا نرجع لكم البنات، هو تيشهي بصحه والراحه. اذا البنات هذا هو التقديم النهائي ديال الطبق ديالنا السمك بالبسباس، باوراق البسباس، كيجي ممتاز. شفتوا تيجي محمر. خصكم تسخنوا الفران مزيان في الاول، تسخني الفران مزيان وتشعليه غير من الفوق، ودائما تيبقى حسب الفران. انا قدمته بهاد لي سالاد بسباس، ودرت هاد البطاطا الحلوه بهاد الطريقه، درت شويه الهريسه، درت شويه الزيتون، وهذا البسباس اللي صايبت. دابا ندير لكم الخطره الجايه لسالاد ديالو. هذه لسالاد ديال الانانا، ودرت شويه العدس، واللي درت مع هذا هو هادو، سي بحال الشيبس كيجي ديال الدار، انا كنصايبو في الدار. دابا نعطيكم لا غوسيك الخطره الجايه، دابا نديرهم معكم وتشوفوا كيجي رائع. وبصحه والراحه، ونتمنى ان الطبق يعجبكم وتجربوه وبصحتكم وراحتكم. والى اللقاء، ما تنساوناش من لي بون كومونتير، من لي بون كومونتير ديالكم والتعليقات المزيانه ولي لايك ديالكم، وما تنساوناش. وبصحه والراحه، وراه تيعجبنا الحال فاش تتراسلوا معنا، وكاين اللي كيصيفط لنا على الواتساب، وكاين اللي يجرب بعد لي غوسيت. وشكرا ليكم، دائما تنقول القدام هما مالي الدار، والجدود مرحبا بهم من جميع الدول. وبالصحه والراحه، نتمنى ان هادشي يكون في المستوى، وان شاء الله تجربوه والتشجيعات ديالكم. الى اللقاء، والى غوسيت جديده ان شاء الله.